زي ما شفنا قدامنا ما شاء الله التاريخ كتب نفسه، حفروا التاريخ الطايره زي بيقولوا باحرف من ذهب. النهارده اول حلقتنا فرحانين بيهم، لازم يكونوا معانا لانه فعلا حققوا انجاز، وهم ما شاء الله عليهم ما طلعوش في اي حته. اول قناه تستضيفهم منتخب الطايره اللي كسبان رابع العالم. خلينا نرحب بنجومنا الكبار، نرحب بكابتن حسن الحصري المدير الفني المصري الوطني الخالص اللي هو معصور مصر 100%. كابتن حسن ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، وألف شكر للاستقبال الجميل، وألف شكر للقناة ولحضرتك وللإخوة اللي يعني قائمين على القناة كلهم، ألف شكر. نورتونا وأكيد نورونا وشرفونا، لكن خلينا نرحب بكابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر، والنهارده معاه بنتكلم بصفته كابتن منتخب مصر، كابتن عبد الرحمن الحسيني. كابتن عبد الرحمن نورنا وشرفنا. يا وسهلا والله، الله يخليك. السؤال عادي جدا، طلعتوا في الظل لكن نورتوا بعد في اخر البطوله، كان عندك الامل ده عبد الرحمن؟ هو طبعا لما جينا بنستعد لبطوله كاس العالم الفتره ما كانتش مساعدانا في قبل فتره الاستعداد قبل البطوله بسبب ان كان في ناس كتير ثانويه عامه. طبعا خلصنا في شهر 7 والبطوله كانت يعني شهر ونص تقريبا، قعدنا فتره استعداد بس طبعا كابتن حسن والجهاز الفني كله قدر يوفر كل حاجه فاتتنا في فتره الثانويه العامه، وقدر يعوضنا في بدني وفني، والحمد لله قدرنا نطلع معسكرات بره تعوضنا برضو عن كل الفتره اللي ضاعت علينا. لعبنا معسكر بولندا، روحنا لعبنا فرقه بولندا اللي قدنا وقدرنا نتغلب عليهم في ماتشات، وسافرنا قبل بطولة كأس العالم تونس لعبنا ماتشات ودية، طبعا دي دخلتنا في مود الماتشات. لعبنا هناك 3 ماتشات او 4 ماتشات وكسبنا على فرق كبيرة قوي منها فرقة بلغاريا، ولعبنا البحرين وكسبناهم، ولعبنا ايران وكوبا، وكان اول ماتشين لينا في البطولة دي، فكان لسه اللعيبة بتخش في جو المباريات وبتاع، فالماتش ما كانش في صالحنا يعني. بس دخلنا بقى البطوله كنا عاملين حسابنا ان احنا داخلين اول ماتش نلعب بالمانيا. طبعا داخل ارض الملعب بتقابل بطل اوروبا في افتتاح كاس العالم، تتخيل انت تكسب ولا ما شاء الله عليك ورحت في حته ثانيه؟ هو طبعا كان في رهبه في الاول بس كان جوانا كلنا امل وهدف ان احنا لازم نكسب الماتش ده، عشان الماتش ده كان هينقلنا نقله ثانيه وكنا عارفين ده كويس. لما دخلنا الملعب لقينا ان الامكانيات مش مفيش فرق كبير، وان احنا نقدر نكسب بطل اوروبا، وطالما كسبنا بطل اوروبا يبقى نقدر نكسب كل اوروبا كلها. طبعا بعد ماتش المانيا ده النفسيه بتاعت اللعيبه عيلت بقى. خليها قبل ماتش المانيا بقى لازم نسال حسن، كابتن حسن. كابتن حسن المدرب المصري اللي هتكلم عليك مدرب مصري وطني خالص فعلا معجون بميه مصر، انت فعلا مريت في مراحل كثيره في منتخبات مصر. قول لي، كل الخبراء بيقول لك 40 ماتش دولي و50 ماتش دولي، حضرتك عامل 7 ماتشات لا تاخد رابع العالم، فهمني المعادله ازاي؟ هو المعادله اساسا تعرف اصرار اللاعب المصري طبعا. تمام. احنا المعادله كلها كانت الروح عندنا، وانا اشتغلت على يعني اللعيبه ان هي تكون موتيفيتد قوي وهي بتلعب، تكون عندها دافع للعب ده. يمكن عبد الرحمن يعني على طول انا كنت في المحاضرات كنت دايما اقول ايه يا عبد الرحمن، مفيش فرقه بتعمل ايه احسن مننا، مفيش فرقه بتتمرن احسن مننا، يمكن بتتمرن فترات اطول مننا، لكن كبرامج وكا 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 احنا الحمد لله. يعني انا كان ليا الحظ ان انا اشتغلت يمكن مع 4 خبراء اجانب جم مصر هنا، ما بين مزيج ما بين المدرسه الايطاليه والبرازيليه، والحمد لله طبعا اكتسبت خبرات كبيره لان انا من 2008 في المنتخبات المصريه الحمد لله، وكان ليا تجارب مع المنتخب الاول. فانا الاعداد البدني هو كان هدفي لان انا اعوض الفتره بتاعت الامتحانات دي، خصوصا اللعيبه دي يعني من بعد بطوله افريقيا ما اعتقدش ان هم كانوا اتجمعوا فترات طويله خالص. بطوله افريقيا دي كانت السنه اللي فاتت. كويس. طلعوا تاني. طلعوا تاني. نيجيريا اللي احنا كسبناها في دور ال 16 كانت هي البطله. احنا كنا عاملين داتا عن فريق المانيا، وانا لما اتفرجت على فرقه المانيا عرفت. حسن ما تجريش بيا. اتفضل. انت كده بتجري بيا. طيب. بصراحه شديده لما اتعرض عليك تدريب منتخب مصر تحت 19 سنه في 3 شهور، لان انت مسكت الفرقه دي بدات 7/5 مظبوط؟ 7/5 7 مايو. 7 مايو. 7 مايو. اتعرض عليك قبلها بفتره مثلا قول في شهر 4
بصيت لكاس العالم ازاي؟ هو انا كابتن احمد عبد الدايم لما كلمني بصراحه يعني شديده جدا كان كلمني على منتخب ال21 سنه كويس وانا قلت له يا كابتن احمد انا يعني اتمنى امسك فرقه يعني الصغيره الفرقه الصغيره دي وقلت له ان شاء الله ربنا يكرمني ده حوار دار بيني وبينه في الحديث وهو بيفاتحني في الفرقه قلت له ان شاء الله انا هعمل حاله كويسه جدا للفرقه دي بس ما وعدتوش طبعا ان انا اوصل سيمي فاينال بالنسبه للبطوله كنت حاسس ان الفرقه دي تقدر من خاماتها من لعبتها تقدر تعمل كنت حاسس ان انا اقدر اعمل شغل كويس يعني انا كان نفسي اخد فرقه زي بيقولوا من اول السطر كده يعني يعني زي ما اقول ايه خبراتهم قليله وانا طبعا هم مش خبراتهم قليله خبراتهم قليله بالنسبه للعمر التدريبي بتاعهم اكيد لكن هو طبعا كل مدربينهم اللي تولوا تدريبهم ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليهم اكيد كلنا بيكملوا بعض يعني فهو وافق على موضوع ال 19 سنه وانا يعني كنت بشتغل ان انا عايز اعمل حاجه لان السن ده الطفرات فيه بتبقى سريعه عشان تبقى عارف حضرتك يعني طبعا انت عارف اكتر مني طبعا الطفرات فيه بتبقى سريعه فانا اشتغلت على الحته دي اتهاجمت شويه قبل ما تسافر كاس العالم ومش المنتخب هيسافر يعمل زي اخواته وهيرجع مش هيلعب بتستحمل الضغط ده ازاي والاختيارات خصوصا ان انا كنت واخد عناصر جديده اول مره تشارك اصلا في المنتخب مغير في التشكيل الاساسي بتاع المنتخب عن بطوله افريقيا لكن انا تعاملت انا ما بص يا كابتن خالد انا ما بسمعش انا ماشي كده على طول وما بسمعش خالص يعني انا يعني ماليش علاقه باللي بيتقال انا لو سمعت هتعطل لكن ممكن اسمع لو حد بيكلمني في حاجه فنيه استفيد منه او الكلام ده لكن ان حد يكلمني في تشكيل او برنامج او 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 ممكن اسمع وبعد كده انا انسق اشوف الكويس اقدر اللي انت عايزه بالظبط كده لكن انا يعني انا اتهاجمت ويعني انا طبعا ما حدش فرض عليا حاجه خالص بما يرضي الله يعني يعني كابتن احمد عبد الدايم لم يفرض عليك اي شيء اطلاقا 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 تمام. يعني هو كان يقول لي اللي انت شايفه ولا حتى المشرف الفني على المنتخبات الكابتن شريف الشمالي ولا اي حاجه خالص بالعكس ده هما كانوا بيحاولوا يذللوا اي عقبات تواجه المنتخب يعني عملنا معسكر في بورسعيد وانا كنت طبعا عامل معسكر للعيبه اللي هي خارج نطاق الثانويه العامه لان عندي حوالي خمس كم واحد؟ عندي خمسه تقريبا خمس لعيبه تقريبا كويس وكنت مستني بقى بقيه الفرقه علشان اعمل بقى التشكيله بتاعتي فكنت عامل تدريبات الفرقه دي وعامل احنا عندنا صف تاني للمنتخب ده خلي بال حضرتك بره ال 12 لعيب دول كمان بره ال 12 لعيب دول احنا يمكن عندنا حوالي سبع لعيبه كمان على مستوى ال 12 الاولين طبعا يعني وحتى اذا كان وقع عليهم الاختيار كانوا هيأدوا نفس الاداء بس هو طبعا كان الوقت قصير فكان الوقت للاجهز في الفتره دي مش للاقوى ولا للاجهز في الفتره دي فلما وقع علينا الاختيار عملنا معسكر في بورسعيد وبعد كده اللعيبه بتاعت الثانويه العامه جات لي طلعنا بعد كده عملنا في نادي المقاولين العرب ناس استضافوا يعني الفريق وقاموا معانا بمجهود قوي جدا في التنظيم طلعنا معسكر بولندا عملنا ثلاث ماتشات هناك هو ده كان استفاده قويه جدا لان احنا عملنا ثلاث ماتشات وعملنا تدريبه مشتركه معاهم غير التدريبات اللي احنا اتمرناهم في الثمان ايام اللي احنا اتمرنا فيهم اللي احنا قعدناهم هناك ده عمل طفره كويسه في مستوى اللعيبه رجعنا قعدنا 3 ايام طبعا معسكر بولندا بقى عجيب عبد الرحمن شويه لازم اتفضل عبد الرحمن معسكر بولندا استفدت منه ايه طبعا الاحتكاك بالفرق الاوروبيه بيدينا ثقه في النفس ويعرفنا ان المستوى مش بعيد ويعرفنا ان احنا ممكن نعمل حاجه في البطولات العالميه فرقه بولندا دي فرقه تقيله جدا بس هي ما صعدتش كاس العالم بسبب ان هي واجهت فرقه برضو بطل عالم ايطاليا وروسيا في اوائل البطوله فطلعت بره انما احتكاكنا معاهم لعبنا معاهم ثلاث ماتشات خسرنا اثنين وكسبنا واحد طبعا استفدنا منهم استفاده كويسه جدا كويسه جدا الحسين الكبير ولا الصغير احسن؟ مين احسن من الثاني؟ الكبير طبعا الكبير لا مش الكبير احنا عندنا الصغير لكن بكلمك بصراحه شديده لعبت طايره عشان خاطر اخوك الكبير؟ انا طبعا اتولدت في بيت كان بيلعب طايره بس ايوه كان اختي كمان بتلعب طايره
اتولدت لقيت نفسي بلعب كره، ماسك كره بولي جوه البيت. جوه يعني البيت. ما رحت الطايره غصب عنك ولا بمزاجك؟ هو انا طبعا لما لقيت يعني انا كنت على طول بروح مع اخواتي التمارين واشوفهم واتفرج عليهم وبنزل معاهم الملعب بعد الماتشات، يقعدوا يلعبوني شويه العب مع اي حد عيل صغير جاي امسك كره بولي اجري في الملعب كده. وبقيت كابتن نادي اهلي ونجم كبير. خلينا نروح لخلفيات شويه المباريات. كان في شد عصبي جامد، لكن اللي جالي من تونس اللي قال لي عن الفرقه دي بالذات ما كانش عندكم الضغط العصبي على اللاعبين، كنتوا شغالين اسره واحده بتضحكوا وتهزروا وتنزلوا تركزوا جوه المباراه، ازاي لعيب صغير يقدر يفصل بين كل ده؟ طبعا الفضل ده بيرجع للجهاز الفني وكابتن حسن، كان وقت الشغل شغل وقت الهزار هزار. احنا كنا بنقعد مع بعض كتير وبنعمل اجتماعات كتير مع بعض ونقعد ندرس الفرق وده قبل الماتش بيوم، كنا نمسك الفرقه بنفنطها يعني تقريبا ونشوف الخطه اللي هنقدر نلعب بيها قدامهم. بعد الاجتماع بقى خلاص طبعا كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، بنقعد نهزر مع بعض نتكلم نهدى وبتاع، وبعد كده طبعا بنرجع في مود الماتشات تاني. كانت الموبايلات بتتسحب مننا قبل الساعه 11 موضوع المباريات تسحب مني دي عشان نركز وننام كويس ما كنتوش بتتضايقوا لما المباريات بتاعتكم تتشال؟ ما بتعرفوش حاجه؟ ما بتتابعوش؟ طبعا اول ده في الاول خالص كان الموضوع صعب عشان كنا كمان في وقت محدد لازم ننزل على الفطار واحنا حتى ما نعرفش الساعه كام كان مشكله صعبه. انما بعد كده بقى خلاص يعني ابتدينا نتعود رجعت الايام زمان تخبط على الاوضه وتعمل كده صحي لعيب لعيب كابتن حسن في معسكر بولندا عملت 3 مباريات خسرت ماتشين وعملت تدريبات مشتركه وكسبت ماتش واستفدنا ورحنا لتونس بامال مختلفه. رحت 5 ايام تونس قبليها. ليه رحت 5 ايام تونس قبليها؟ كان في بطوله وديه. لو تسمح لي بس انوه على حاجه بالنسبه لعبد الرحمن اللي انت عايزه، دول ولادك وتقول اللي انت عايزه. عبد الرحمن انا 2015 كنت بكونت المنتخب بتاع مواليد 99 2000 وكنت رايح العب بيه بطوله عربيه اكبر من سننا بسنتين. عبد الرحمن انا احتفلت، انا ضميته، انا كنت شايف ان هو لعيب موهوب طبعا وضميته للمنتخب ده بالرغم ان هو كان اصغر واحد، واحتفلت بعيد ميلاده ال 15 في المعسكر. فاكر الموضوع ده؟ فاكره طبعا. ايه اللي حصل؟ احكي لي. اول عيد ميلاد ليا في مع فرقه طبعا وعارف صغير كابتن حسن طبعا بيقول لك بقى ايه كلام هو لسه اصغر لعيب صح؟ كانوا بيحتضنوك وانت صغير اللعيبه الكبار وبيقولوا لك يدعموك في الكلام كانوا بيشيلوا الايس بوكس بالظبط. لا ما ده كابتن حسن كلنا شلنا كده عشان يبقى الكلام واضح، اي لعيب صغير بيشيل الشله كلها ورا اللعيبه الكبار. يعني بالنسبه للعيبه اللي كانت معايا ما كانش في حد بيحتضنني خالص. لا لا يوسف الصافي ويوسف مرجان لا لا ازاي؟ احنا بقى كلامنا مقفول بقى يعني كلام في النادي عندنا صح؟ خلينا نتكلم على منتخب مصر وسافرت تونس 5 ايام. كان في بطوله وديه هناك الاتحاد التونسي كان عاملها، كان داعي فيها منتخبات كتيره منها منتخب مصر، ايران، كوبا، بلغاريا، بالاضافه لتونس والبحرين. جاء علينا بعد كده منتخب التشيك. عملنا 3 مباريات وديه، 4 مباريات وديه. ابتدينا الاول مع ايران، طبعا ايران في طفره في الكره الطايره عندها غير طبيعيه، كان عاملها الخبير الارجنتيني الاصل الايطالي الانتماء جوليو فيلاسكو. خسرنا الماتش بتاع ايران الاولاني وخسرنا ماتش كوبا برضو الثاني. ابتدينا لعبنا البحرين كسبناها، لعبنا بلغاريا. ده كان احنا عارفين من بولندا، يعني انا خدت انديكيشن كده من 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 بولندا احنا فين من الفرق الاوروبيه. بخليها بصراحه شديده، حسيتوا ان ده بولندا اللي انت ممكن تحقق؟ بعد مكسب بولندا الاخير، ماتش الاخير اللي احنا لعبناهم وكسبناهم، جالي احساس ان انا يعني السن ده مش هقابل فرق اقوى بكتير. يعني سيبك من ايطاليا وروسيا، يعني مش هقابل فرق اقوى بكتير من فرقه بولندا دي، لان انا عارف المدرسه البولنديه في الكره الطايره. لما لعبت بلغاريا وكسبتها، بس ده تكسير عظام بلغاريا وكوبا وايران. والله انا هقول لحضرتك تكسير عظام كابتن حسن. ما هو انا ما بص هقول لحضرتك، انت داخل بطوله عالم يبقى لازم. انا قلت للعيبه احنا في منطقه دلوقتي ولا ينفع نقف مكاننا ولا ينفع ايه يا عبد الرحمن ولا ينفع نرجع لورا، احنا لازم هتغرق لا هنمشي ماشيين زي القطر وزي ما تيجي. القطر بتاعنا كابتن عبد الرحمن الحسيني طلع سادس
احسن في افضل المسجلين مظبوط، وطلع ده خامس افضل مهاجمين. ما شاء الله عليه. نسبه 60%، النسبه دي نسبه متناسبه مع بالنسبه لفتره الاعداد متناسبه. والله يا كابتن خالد الفرقه دي اذا كان طبعا العلم عند الله، لكن انا بتكلم فنيا، اذا كانت اخذت فتره اعداد اطول من كده الفرقه دي كانت حققت حاجه كويسه قوي. خططت لده وانت بتلعب ولا ده تكتيك جوه الملعب خلاك تعمل الكلام ده؟ هو طبعا في الملعب يعني عشان انا كابتن فريق، فطبعا دوري في الملعب ان انا طبعا الفرقه مثلا لما يكون وقت زنقه وقت ديوس مع بعض حسيني طبعا يعني غرق حسيني طبعا ده الدنيا افضل ان انا اخلص نقط اكتر والثقه في النفس يعني. ولما بخرج كل ماتش ابص على الاحصائيات بلاقي ان انا متعادل مع لعيبه عالميه، فلقيت الموضوع يعني بيجي مع الماتش، بس انا ما بركزش في الموضوع ده في الملعب. زي ما كابتن احمد صلاح عندنا عبد الرحمن حسيني طالع بينافس ابطال العالم في كره الطايره عادي جدا ان شاء الله باذن الله. نتمنى ده بصراحه شديده جوه الاوض المغلقه. بعد ما كنت بتعدوا كل مباراه كنت بتقول ايه لبعض؟ طبعا بعيد بقى كابتن حسن وبعيد، انت اكيد بتجتمع واكيد اللعيبه بتشد من ازر بعض. احنا بعد مثلا مكسب بيلاروسيا اللي دخلنا نص نهائي، احنا كنا في الاوض مش مصدقين ان ده حصل، مش مصدقين. احنا قبل الماتش بيوم بنتفرج على فرقه بيلاروسيا، احنا يعني شوك غير طبيعي في الاجتماع. انا لدرجه ان انا رحت طافي الفيديو وابتديت ان انا اللي اتكلم. ما هعمل ايه يعني، الفرقه قويه جدا. لقيتهم ازاي قدام كابتن حسن؟ اولا عندهم اوبوزيت لعيب في مركز اثنين ده مش موجود زيه في البطوله خالص. لا يعني انا شفت فرقه ايطاليا هي بتعتمد على اوبوزيت يمكن يكون في مستواه او اقل منه سنه، لكن بتاع بيلاروسيا ده رقم واحد. ده انا من وجهه نظري ده كان رقم واحد. فاحنا كان عندنا هدف، بس هي مشكله بيلاروسيا ان هي عندها اثنين لعيبه هم مفاتيح اللعبه بتوعها. فكان مشكلتنا ان احنا ازاي نوقف ده. نجحنا ان احنا نوقفه من الاول خالص، لدرجه ان هو اول مره يخرج من الفريق، اول مره يخرج بره المدرب يغيره كان في ماتشنا. يعني انا كنت متابع الاحصائيات والحاجات دي كلها. و يعني انا كنت شفت اللعيبه يعني مزبهله في ماتش بيلاروسيا في الفيديو، رحت طافي الفيديو قلت لهم يا جماعه يعني يمكن حتى الجهاز بيقول لي انت الوحيد اللي كنت مصدق ان احنا ممكن نكسب الماتش ده. والحمد لله رب العالمين شحننا الفريق شحن معنوي قوي جدا. ماتش يخلص 3-0 مع بيلاروسيا دي حاجة مش طبيعية بصراحة. أنا ما صدقتش يعني، قلت الموضوع مختلف. المباراة اللي أنت كانت صعبة جدا في أصعب مباراة في البطولة بالنسبة لك؟ هو طبعا ماتش إيطاليا الأول هو ما كانش صعب على قد ما إحنا كنا شايفين إن فرقة إيطاليا دي هي الصراحة. إيطاليا الأرجنتين ولا إيطاليا؟ لا ماتش إيطاليا الأول ده أول ماتش خسرناه في البطولة. طبعا اللي هو في الدور الاربعه نص نهائي. نص نهائي هو احنا يعني مش هقول كنا عاملين حسابنا ان يعني ان هم فرقه تقيله قوي وكنا نازلين خايفين، بس هو فعلا ماتش كان صعب جدا. انما الاصعب منه ماتش الارجنتين عشان هو احنا نازلين ومفروض ان الفرقه دي كسبناها في المجموعات، وفي الماتش لقيتنا السكور بيتسحب مننا واحنا واقفين. طبعا المجهود البدني تقريبا الفيتنس بتاعنا نتكلم عن المجهود البدني مع كابتن حسن. بس عايز اقول لك بصراحه شديده عشان لسه في عندنا نجوم كبار هيخش لنا دلوقتي برضو كلهم نجوم متعلقوا في سماء تونس. الهدف اللي جاي شايف مصر في الطايره فين؟ احنا طبعا المنتخب ده بالذات نفسنا نشارك في اولمبياد. الفرقه كلها نفسها تشارك في دوره اولمبيه. وطبعا نفسنا كاس العالم اللي جاي يعني نفضل نتطور لحد ما ناخد ميداليه في كاس العالم الجاي، وان شاء الله نلعب فاينل. وطبعا اللعيبه كلها نفسها في الموضوع ده. ده هدفنا كلنا. الدعم والتفاف الدوله حوالين المنتخب ده عشان تحققوا حاجه. طبعا احب اوجه الشكر لمعالي وزير الرياضه. دكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف صبحي اول ما كسبنا ماتش المانيا كان موجود معانا في الفندق. فضل يتكلم معانا ويشجعنا ويعرفنا ان الهدف مش صعب. وطبعا ده ادانا دفعه معنويه كبيره. كمان في ماتش الارجنتين لقيناه في الشوط الثالث لقيناه بيشجع. فطبعا احنا الماتش ده كان الجيم الثالث ابتدى خسرنا الجيم الثالث. والجيم الرابع
اول ما شفناه في الجيم الرابع الفرقه كلها جالها دفعه معنويه. وصراحه ده كان ممكن اقول ده احسن جيم لعبناه في البطوله. زي ما احنا شايفين قدامنا ده تكريم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه النهارده في مقر وزاره الرياضه لمنتخب مصر الفائز او الحائز على المركز الرابع في بطوله العالم، كانوا متواجدين وهو استقبلهم في مكتبه. ويعني اكيد هنتكلم مع كابتن حسن على موضوع الاستقبال. كابتن حسيني نورتنا وشرفتنا وفعلا مبسوطين بيك، ونتمنى في المرحله اللي جايه ان شاء الله يبقى عندنا احمد صلاح جديد ان شاء الله باذن الله. هنخرج لفاصل، لكن كابتن حسن حسني هيستمر، لكن هيستقبل نجوم كبار حققوا المركز الرابع في بطوله العالم في تونس. استمرارا باحتفالنا بمنتخب الطايره الحائز على رابع العالم في تونس، خلينا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ونورونا دلوقتي. كابتن انس شوقي صانع العاب الفريق، وصانع العاب الفريق دي حاجه مهمه جدا، حاجه صعبه. الف مبروك. وبنرحب بكابتن ابراهيم رسلان ليبرو الفريق. كابتن ابراهيم نورنا وشرفنا والف مبروك. ربنا يخليك. بيقول لك انت اللي شايل الهم في الملعب. هو يعني دايما عماله تلم على اللعيبه وتجري شال بتيت صح؟ هو عامه ده غير انه بيفتن عليهم يا كابتن سليمان. خلينا دي بقى بره الهواء. هو عامه كابتن حسن حسني على طول بيقعد يقول لي لازم انت اللي تفوق فرقتك في الملعب، وانت اللي تزعق وتصححهم يعني لما يبقى خسرين وكده، انت اللي تفوقهم. ودي اهم حاجه في الملعب، عشان لما بنخسر بقى في محتاجين واحد او اثنين في الملعب اللي هم يقعدوا يحمسوا فينا عشان نطلع تاني ونشد في الجيب نعرف ناخده كده. بصراحه ابراهيم بحس فعلا ان الليبرو هو ارض الملعب، هو اللي بيشتغل تحت الخمسه، يعني هو فعلا بيلم ورا كل الخمسه، وكل كره تخسرها كل الناس تبص لليبرو، بعدين الليبرو ملوش دعوه بالموضوع، الكل هو مثلا البلوك ولا حاجه. والله العظيم الفرقه كلها قول لي مين في الفرقه عندك كان دايما يبص لك في الماتشات اللي فاتت؟ اللي كان لسه منور كده دلوقتي مين؟ حسيني تعدي منه كوره ويقوم باصص لك انت. لا ده فظيع، بس انا كلنا بنحبه قوي والله، هو طيب قوي وكابتن يعني ما شاء الله عليه بيعرف يظبطنا يعني. بصراحه شديده كابتن حسن، الروح اللي قدامي مش تكسب بطوله عالم، تكسب اولمبياد. انا بصراحه ما شفتش طبعا، ربنا يبارك في اهاليهم كلهم وفي اولياء امورهم وفي تربيتهم، ويعني عايز اقول لحضرتك يعني احنا كان لينا نظام ولينا سيستم، ما فيش لاعب حتى لما بيبقى فيه خروج عن النظام او خروج عن المألوف واخد بال حضرتك، بتبقى حاجات اكسبتابل يعني مقبوله يعني. واخد بال حضرتك مش صعبه؟ لا لا خالص زي ايام زمان. لا 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 مستحيل مستحيل زمان بقى. لا 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 مستحيل خالص. هم كان عندهم هدف واحد. كل اللعيبه حضرتك اذا سالتها، انت حضرتك هتقعد مع معظم الفريق دلوقتي وهتشوف ان كلهم ماشيين على طريق واحد وعلى هدف واحد، واخد بال حضرتك، وكلهم عايزين يحققوا حاجه. وده انا كان كلامي معاهم من الاول، وانا قلت لهم اللعيب اللي هيحط ايده في ايدي يعني انا مش هبخل عليه بحاجه خالص فنيا او في التعاملات او اي حد هيحيد عن المنظومه او مش هيمشي معانا في نفس الطريق يعني هم عارفين بقى الوش التاني. خلينا من الوش التاني، سيبك انت من الكلام ده. الكلام ده جوه الملعب، كابتن حسن بيقود الفريق من خارج الملعب، لكن انس شوقي بيقود الفريق داخل الملعب. ممكن كوره يقول لك اعمل خطه كذا، بتلاقي ظروف الملعب. قول لي الدنيا بتكون شكلها ازاي جوه ارض الملعب في مباريات قويه جدا لعبتها قدام ابطال العالم؟ هو احنا بنبقى ماشيين بسيستم معين من كابتن حسن والجهاز الفني، بس يعني انت بتبقى كبلاي ميكر بيبقى ليك رؤيه ساعات في الملعب. تمام. ولو الرؤيه ما مشيتش صح انت اللي بتشيل في الاخر يعني، بس يعني بالسيستم اللي احنا بنبقى ماشيين بيه عامه غالبا بينجح يعني. هو ضحك فاكيد في نقطه عملتها هناك غلط. أيوة. قال لك ارفعها مثلا على الاوبوزيت وانت رافعها للاربعه يعني مره ولا مرتين يعني. ازاي يعني؟ تبقى انت شايف ان دي اللي هتخلص مثلا كره سريعه ولا حاجه، فانت بتحط ريسك فيها، بس بيبقاش وقتها مثلا فبتخسرها، فبيرجع يقول لي لو كنت عملتها في اربعه زي ما قلنا وزي ما السيستم كانت هتبقى. قال لك لو خرج عن النظام بتنرفز. بتنرفز ازاي؟ قول لي بيعمل ايه. لا يعني هو احنا يعني هو مش بيتنرفز، هو بيطلب تايم اوت مثلا وبيقول لنا بيهدينا ويفكرنا بالمفروض اللي هنعمل ايه في الكره دي، والكره دي هنعمل فيها ايه، هننزل بعد تايم اوت نعمل كذا 1 2 3. فبس يعني مش بيتعصب علينا. لا كلامه بصراحه بتوع الطايره قالوا لي لو البصير ما حطش الكوره في النقطه المناسبه عشان الضريب يضرب تبقى في مشكله. بالظبط. اللعيبه ممكن تلحقك جوه ارض الملعب لو كانت الرفعه مش مظبوطه؟ بيشيلوا طبعا. زي بيشيلوا معايا؟ بيشيلوا معايا طبعا. لو الكره مثلا يعني
في وقت معين مش مظبوطة ولا حاجة لا بيشيل بيشيل معاك. اه طبعا. قولي بصراحة يا إبراهيم برضو نقطة مهمة جدا، يعني جوه أرض الملعب أكيد بتكون في ضريبة بتعلى فوق البلوك فبتكشف بيكشف فبيقدر تكون شايفه وهو بيشوط، زي بيلاروسيا زي أعتقد إيطاليا الموضوع ده، بتقابلوا ده زي مع بعض جوه أرض الملعب؟ هو احنا يعني قبل الماتش بنشوف كل فرقه بنلعبها بنعمل عليها سكاونت وكده، بنشوف بقى يعني سيستم الديفنس بتاعي هيبقى عامل ازاي، هنوسع الكيرف هنضيق الكيرف وعلى حسب. بس لو في كوره مثلا البلوك ما طلعش وكده انت بتضطر تاخد قرار من عندك انت تخش جوه الملعب تطلع كوره عشان خلاص بقى ما فيش، يعني انت لازم خلاص تاخد القرار من نفسك عشان البلوك ما عملش يعني تسوح، ف لازم انت بقى بتاخد قرار من نفسك. احنا عامه بيبقى عندنا سيستم ديفنس يبقى مثلا نوسع الكيرف امتى هنضيق الكيرف امتى متفقين عليه قبل الماتش يعني الحمد لله. بصراحه انس لما عرفت القرعه معانا المانيا بطل اوروبا واليابان بطل اسيا والارجنتين والمكسيك امريكا اللاتينيه، بصراحه شديده جوه بعضيكوا ده قلتوا ايه؟ لا يعني جوه بعضينا قلنا ان قبل ما تسافر خالص بقى قبل ما تسافر خالص ايوه مش هناك المانيا مش بعد ما كسبنا ايوه احنا كنا سامعين ان المانيا هي بطله اوروبا وان هي اقوى فرقه وان هي مرشحه لطول كاس العالم، بس يعني بعد ما نزلنا الملعب وكده احنا نسينا كل ده الصراحه. انت كنت بتلعب انك تكسب الماتش، مش مهم بقى بطل اوروبا ولا بطل ايه، فانت كنت بتلعب على ده. بعد ما ده حصل وتحقق انت بعد كده خلاص بقى هدفك اول المجموعه، فكل حاجة بتجيب مكسب مكسب بيجيب مكسب. بعد ما طلعت أول مجموعة أنت عايز تكسب نيجيريا اللي كسبتك في أفريقيا كنت تاني أفريقيا لسه فاكرها كويس الخسارة. أه طبعا. فأنت كنت نازل عايز تعمل يعني حاجتين، تطلع دور الثمانية على حسابها وإنك تكسبها عشان كسبتك في أفريقيا يعني. فبس بعد كده مكسب جاب مكسب وأنت دخلت دور الأربعة بقيت برضه بتبص على الكاس يعني حتى لو أنت قدامك إيطاليا يعني. بس يعني بس ما حصلش نصيب يعني ما حصلش نصيب. اكيد قبل ما تسافر في ناس بتدعم وناس ما بتدعمش، لكن خلينا نقول ان وجود دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في اول مباراه والنهارده بيستقبلكم الموضوع اكيد مختلف، احكي لي على استقبال النهارده مع دكتور اشرف صبحي. لا انا هحكي لحضرتك الاول على زياره الدكتور اشرف وزير الرياضه لينا في مقر الاقامه في تونس. كنت عارفين ان هو جاي ولا انا ما اعرفش حاجه خالص؟ انا في الاوضه لقيت الكابتن جابر عبد العاطي رئيس الباسه بيكلمني البس اليونيفورم وانزل ليه في ايه؟ قال لي الدكتور اشرف وزير الرياضه جاي. انا كابتن جابر يعني بتهزر كابتن جابر؟ قلت له لا ما انا ما اقدرش اقول لكابتن جابر انت بتهزر يعني انا بس دلوقتي بيني وبينك يعني فوجئت ان دكتور اشرف صحي موجود. فوجئت بقى طبعا تلاقينا استقبلناه من بره فعلا ده وصل كده وان هو كان عنده جالنا مقر الاقامه وبيهنينا على ماتش المانيا. انا عايز اقول لحضرتك انا استثمرت الزياره دي في محاضره ماتش الارجنتين لان الارجنتين دي تاني امريكا الجنوبيه خلي بال حضرتك مش يعني فرقه ما بتهزرش برضه يعني طبعا يعني الارجنتين عندها سيستم وليها مدرستها الخاصه بيها يعني مدرسة زي الكوره كده امريكا الجنوبيه صعبه جدا في البولي ف جاء وازر من الولاد وطبعا وقال لهم قد ايه ان من يعني من اكبر حد في الدوله يعني الرئيس مهتم جدا بالرياضه ومهتم بالشباب ومهتم بكل فريق بيشارك في اي محفل عالمي او افريقي. احنا استثمرنا ده ونزلنا ماتش الارجنتين. انا وانا بدور كده انا لمحت مع الوزير لمحته في المدرج قاعد جنب السفير المصري. ما كنتش برضو عارف ان هو هيتواجد في المباراه؟ انا كنت عارف لا كان عندي خلفيه هو كان قايل ان هو هيحاول ان هو يتواجد في المباراه وكده فلمحت. بس انا طبعا انا ما قلتش للولاد طبعا حاجه خالص لان الولاد في بقى اللي لمحوا بعد الشوط الثالث بقى اللي لمحوا بعد الشوط لكن هو كان موجود تقريبا في الشوط الثاني اللي احنا كسبناه تقريبا اللي احنا كسبناه واخد بال حضرتك يعني احنا كسبنا الاول والثاني خسرنا الثالث وكسبنا الرابع كويس عملنا كامباك وكسبنا الرابع ونزل هنانا في الملعب كانت دافع علينا لماتش اليابان بطل اسيا خلاص هي المكسب يجيب مكسب يعني عايز اقول لحضرتك ماتش اليابان احنا كنا كسبانين 2-0 وتعادلنا 2-2 واللوجيك في الكره الطايره تخسر تخسر الجيم الخامس خصوصا ان انت بتلاعب اليابان الثالث والرابع خسرتهم بتخسر الخامس تخسر لا وخصوصا انك بتلاعب اليابان بقى اللي هو السيستم حفظ السيستم وكده لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا كامباك تاني
وكسبنا الشوط الخامس وكسبناه بسهوله كمان. كسبت كام الشوط ده؟ كسبناه 15 10 لا مش ممكن انساه. مش ممكن تنساه؟ مش ممكن انساه. 15 10 واحنا كنا 14 8 كنت 14 يعني كنا 14 خدوا نقطتين اخدت تايم اوت كسبنا 15 10 خلينا نقول ابراهيم منتخب اليد اللي كسب ثالث العالم واول العالم وكلكم اولاد مصر بصراحه غيرتوا منهم شويه ولا ادوكوا حافز ان انتوا تقدروا تحققوا خلاص؟ لا هو احنا لما يعني عرفنا اليد خد كاس العالم كده احنا بدانا بقى اول بعد يعني بعد ما كسبنا المانيا بدانا بقى نبص للموضوع بشكل مختلف. ليه احنا ما نعملش كده احنا كمان؟ يعني ليه ما ناخدش اول؟ ليه ما ناخدش ثالث؟ حتى لما الوزير جالنا قال لنا ليه ما تبقوش انتوا زي اليد يعني هم احسن منكم في ايه وكده واحنا بدانا نحط الموضوع في دماغنا وبعد كده بقى سبحان الله بقينا نكسب ماتش بعد ماتش فعلا وكسبنا الارجنتين واليابان والمكسيك ونيجيريا وفضلنا مستمرين نكسب بس الحمد لله يعني في الاخر كده يعني تحس ان كده في حاجه يعني يعني كانش في توفيق من عند ربنا الصراحه مش توفيق يعني انا شايف يا كابتن حسن من وجهه نظري ان اخر ماتشات دي انتوا تلعبوا كل يوم دور 16 8 4 فاينل اربع ايام اربع ماتشات ورا بعض على طول اللياقه البدنيه للاعبين مش هقول نزلت لكن هم خلصوا في دور الاربعه او سيمي فاينل خلصوا كل حاجه انا هقول لحضرتك على حاجه انا في البريس كونفرنس انا طلبت من الاتحاد الدولي ان هو يعيد النظر في موضوع تلاحق المباريات ان انا العب اربع ايام عندنا مش كده بصراحه يعني العب اربع ماتشات وبعد كده اريح خلي بال حضرتك احنا الفرقه الوحيده في التمهيدي اللي لعبت اربع ايام ورا بعض في المجموعه اربع الفرقه الوحيده كله عارف حضرتك عملوا لنا يوم الراحه بتاعنا اخر يوم خدت يومين ورا بعض خدت يومين ورا بعض فلعبت بيهم اليومين دول دور ال 16 وال 8 وصلنا للاربعه طبعا انا يعني انا حتى اللعيبه بتقول لي يا كابتن احنا كنا فعلا محتاجين يوم وبعدين يعني كنا محتاجين يوم راحه فعلا اعتقد لو كان في يوم ريكفري يا كابتن حسن اعتقد كان الموضوع بتاعه وصل لفاينل كاس العالم بص انا هقول لحضرتك عشان اكون واضح برضو فرقه ايطاليا دي ده فنيات منتخب اول مش منتخب بس انا عرفت ان هم جابوا مدير الفن الايطالي الكبير جوليو فيلاسكو ايطاليا نزل نزل الملعب طبعا نزل. وجاي علشان طبعا جاي سيمي فاينل بيلعب فرقه ما خسرتش قبل كده اول مره في تاريخها ست انتصارات متتاليه في بطوله عالم بره ارضها هي ما حصلتش جوه ارضها اصلا لكن بره ارضها كمان ست انتصارات متتاليه دي كان ليها يعني انا بس عايز اقول لك على حاجه احترام البعثات الفرق الثانيه للاعبتنا ولينا كلنا كبعثه وان هم اللي بيطلبوا يتصوروا معانا وبيطلبوا يبدلوا التيشيرتات معانا وموضوع كانت حاله يعني انا كان معاه لبس زياده اللعيبه ولا على قد دايما هم حضرتك دول نصابين فجايبين تيشيرتات طبعا مضروبه لا كان معانا كابتن انس وكابتن ابراهيم بجد عايزين ايه في المرحله اللي جايه كابتن انس اكيد البطوله العربيه هي اول هدف لينا ان احنا ناخدها ان شاء الله باذن الله نستعد لها من بكره ما عادش حد خلاص في مصر هيرضى اللي انت ما تاخدش ترجع بالكاس ما ينفعش الكل. كل بالكاس وكل الجوائز الفرديه بالظبط بالظبط فده اول خطوه ناخدها بعد كده بقى لما نرجع البطوله العربيه ان شاء الله نبدا نستعد بقى فتره تاهيل طويله يعني لبطولات اللي بعد كده ابراهيم البطوله العربيه والجوائز الفرديه برضو وبعد كده بقى ان شاء الله نبقى نعوض افريقيا اللي ابتدت اننا تتعلم علينا فيها السنه اللي ولا يهمك باذن الله تاخد كاس العالم باذن الله نورتوني وشرفتوني والف مليون مبروك ابراهيم وانس وفعلا جيل محترم وفعلا جيل يستحق كل التقدير وجيل يستحق ان الدوله تحتضنه في المرحله اللي جايه عشان نطلع بمنتخب الطايره يبقى عندنا منتخب اليد ومنتخب الطايره وان شاء الله باذن الله قريب جدا يكون كمان منتخب كره السله معانا خلينا نخرج الفاصل ونستقبل نجوم تانيين حققوا الانجاز المركز الرابع في بطوله العالم في تونس خلينا نستكمل فرحتنا مع منتخب الطايره ونرحب بنجومنا الكبار الموجودين معانا النهارده اياد ايهاب احد نجوم منتخب مصر في الكره الطايره اياد الف مليون مبروك الله يحفظك لا يعني انجاز مفيش احلى من كده الحمد لله يعني ربنا وفقنا وتعبنا وربنا ادانا الحمد لله وضيفنا الثاني ونجمنا الكبير كابتن عمر شريف مركز 3 سنتر بلوك كابتن عمر مبروك الله يبارك في حضرتك وشرف ليا طبعا مع حضرتك ده انا اللي ليا الشرف ربنا والله العظيم صدقني مبسوط بيكم جدا ان المركز الرابع بيتحقق معاكم وانا عن نفسي شخصيا بصراحه كنت متوقع لكم المركز الاول
والله الحمد لله احنا فعلا كان ممكن نجيب احسن، بس هو ربنا كرمنا الحمد لله. كابتن حسن طبعا تعب معانا جامد في الفتره قصيره شهرين، ما لحقناش نستعد جامد، بس الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا عشان احنا الحمد لله تعبنا جامد والله. بصراحه عمر يعني عايز اروح زي ليبرو ما تعبان ورا، انت بقى تعبان على الشبكه مره يمين ومره شمال صح؟ ويقول لك اضرب سريع وبتاع. قول لي الماتشات الصعبه بالنسبه لك كانت ايه في جوه البطوله؟ يمكن اول ماتش المانيا برده كان من اصعب الماتشات، عشان كانت اول ماتش في البطوله كاس عالم وبتلعب اول اوروبا. والحمد لله ربنا كرمنا يعني. في برده ماتش اليابان كان ماتش برده مش سهل خالص، احنا كسبنا اول شوطين بعد كده خسرنا شوطين، ف الناس قالت خلاص لا اليابان هتكسب، فاسترجلنا الحمد لله جامد قوي في اخر شوط وربنا كرمنا. استرجلت انتوا رجاله زياده على اللزوم، رجاله جامده جدا بصراحه. اياد قول لي بصراحه شديده، جوه البطوله اكيد بيجي لك اوقات تحس ان انت قريب هنكسب، امتى حسيت ان انتوا خلاص العجله ماشيه وبتزق لقدام؟ بعد ما كسبنا بيلاروسيا في دور الثمانيه كنا هنلعب ايطاليا، فليله المباراه شفنا ايطاليا في الاجتماع اللي احنا بنعمله، حسيناها عادية يعني مش جامدة قوي، فقلنا ان احنا ان شاء الله ممكن نكسب ونعمل حاجة، ولو دخلنا النهائي بقى يعني خلاص سيبها ربنا يعني ممكن نكسب، بس فحسينا ان احنا قريبين قوي. بس جه في ايطاليا ما حلفناش الحظ يعني وخسرنا. ازاي لعيبة تحقق رابع العالم وتعيط في ماتش سيمي فاينال، يخرجوا كل اللي عيط؟ الطموح، احنا سقف طموحنا كان عالي جدا، وانا كنت مفهم اللعيبه وهم كانوا فاهمين حتى في المحاضرات اللي بقولها لهم ان احنا طموحنا ملوش حدود، لان احنا مفيش حد زي ما قلت لحضرتك قبل كده بيتمرن احسن مننا، اتمرنوا فترات اطول مننا لكن احسن مننا لا. احنا بنتميز عنهم كمان بروحنا وقتاليتنا في الملعب. اللعيبه دي يعني كانت شايفه خلاص، حست ان هي قريبه جدا من الـ من الـ من من الفرق الثانيه، بل بالعكس دي تخطيتها. خصوصا انا هقول لحضرتك يعني انت بتسالهم على الـ المباريات الصعبه، انا بالنسبه لي انا من المباريات الصعبه اللي انا واجهتها مباراه نيجيريا. نيجيريا انت عارف حضرتك ما بيتقيدوش بالاعمار طبعا، ونيجيريا كسبانه مصر. كان كنت فين وقتها؟ كنا في الجزائر. كانت في الجزائر، كنت في الجزائر وقتها، كانت في الجزائر من سنه، واخد بال حضرتك؟ بس اللعيبه دي اتطورت جدا. فانا كنت شفت فرقه نيجيريا واللعيبه كانت قلقانه شويه، بس انا كان عندي ميزه ان انا كان داخل التشكيل عندي اربع لعيبه ما شاركوش في بطوله افريقيا، انا مجدد التشكيل اصلا عن بطوله افريقيا. يعني اياد أول مرة يشارك، يعني أول مرة ينضم للمنتخب، أول مرة لبطولة عالم على طول، أول مرة بطولة عالم على طول، ما سافرتش أفريقيا قبل كده على طول لبطولة العالم. لا ده لازم أسأله لك، ده مش هسيب السؤال ده سؤال مهم جدا. اتفضل. لازم بتسافر لبطولة العالم وأنت لسه ما لعبتش دولي، الشعور عندك يكون شكله إزاي؟ هو عادي الحمد لله، يعني قبل بطولة العالم كنا سافرنا معسكر في بولندا، فاحتكيت شوية دوليا في بولندا. فرق معايا في المعسكر، فرقة قوية يعني انت الخبطه الاولى دي خدتها في بولندا في ماتش ودي، فخلاص الرهبه عندك راحت شويه. ولعبت ماتشات بولندا دي الحمد لله يعني تقريبا كلها، وبعد كده رجعنا من بولندا ورحنا معسكر في تونس قبل البطوله، برضه الحمد لله لعبت ماتش ايران، لعبت كوبا، لعبت كل تقريبا الماتشات الوديه الحمد لله برضه، فخلاص بقيت داخل البطوله يعني متعود شويه. حاسس ان انت متعود، عندك الخبره الدوليه. بالظبط. عمر بصراحه شديده جوه الفرق الرياضيه او جوه الفرق الجماعيه بيكون في كلام، واحد يقعد يهزر ويضحك، مين اللعيب ده اللي جوه الفرق؟ حضرتك ولا مين؟ لا مش انا صراحه. يمكن حسيني شويه. حسيني شويه بيحاول يعني يخرجنا. هو كابتن الفرقه وهو بيبوظ الفرقه. لا مش والله. لا بس يعني ساعات بنبقى متوترين زياده عن اللزوم، فهو بيحاول بس يفكنا ويهدينا شويه. ازاي بتعملوا ايه مع بعض؟ يعني يمكن في الماتش لما تكون الفرقه متنشنة مثلا، او احنا مثلا خسرنا كذا بونت ورا بعض، حسين بيجمعنا ومثلا بيقول لنا اي حاجه زي ضحكنا او تهدينا شويه، كنا نركز في الماتش يعني يهدينا شويه، علشان اما بنتوتر كل ما نتوتر اخسر، كل ما نخسر نقط اكتر. فهو بيبقى في دقيقه كده برده ما شاء الله عنده خبره يعني كبيره، عشان برده لعب في المنتخب اللي فوقينا، فهو كان ليه لقطات حلوه كده. ليه لقطات حلوه معاكم اياد بصراحه شديده، الروح اللي بينكم محققه انجاز كبير.
الروح دي تولدت ازاي وازاي بتعاملوا مع بعض وازاي انكار الذات اللي انت تلعب او الحسين يلعب او عمر يلعب او ايا كان مين اللعيبه. اعتقد ان كل اللي بيلعب كل مره كان بيشجعه اكتر ما هو كان بيلعب. بتفرق طبعا الروح دي ما بين الفرقه بتفرق جدا في الملعب بتبان كمان. بتبان لما تكون الفرقه واللعيبه بتحب بعض بيبان اكتر في الملعب بتماسكنا وترابطنا مع بعض في الملعب طبعا. وان احنا نعرف نكسب ونجيب الماتش حتى لو احنا خسرانين. الحمد لله يعني كنا كلنا على قلب رجل واحد والحمد لله قدرنا نعمل حاجه كويسه. ما شاء الله ما شاء الله بجد. كابتن حسن المدير الفني الوطني والمدير الفني الاجنبي. المدير الفني الوطني بيقود منتخب مصر بيحقق انجازات. تقول لي ايه المسؤولين النهارده؟ انا اقول لهم ان في نيابه عن مديرين فنيين كتير لا جدا. لا انا مش بتكلم عن نفسي انا بتكلم انا يعني انا بره يعني انا ممكن اطلع بره القصه خالص. لكن احنا عندنا كوادر قصه لا اوعى تقول لي اطلع بره القصه بس نفسي ده انا جاي معاك في الاسئله. حاضر اتفضل. يعني انا عندنا كوادر في جميع الالعاب يعني انا ليا اصدقاء برضو في الباسكت في الهاندبول. يعني احنا عندنا كوادر على مستوى عالي جدا. انا بس بتمنى انا 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 وجهه نظر يعني انا بتمنى ان الاتحادات تتبنى المدربين دول حتى اللي اصغر مننا في السن تتبناهم وتثقلهم فنيا ب يعني هقول لحضرتك ايه بمخالطتهم لبعض المدارس المختلفه. والله ده هيعود. انا بقول لحضرتك انا من صغري وانا انا انا عشان بشتغل في شركه طيران فعندي افيبيليتي ان انا اقدر تقدر تسافر اسافر واروح واجي. فانا مكون اصدقاء ومدربين اجانب استغليت الامور بستغلها. فبقول لحضرتك انا يعني طورت نفسي. علاوه على كده كمان ادوني الفرصه طبعا في المنتخبات القوميه ان انا بص كل رؤساء الاتحادات اللي انا اشتغلت معاهم من 2008 بدايه الكابتن علي السرجاني كل الكابتن فؤاد عبد السلام واخد بال حضرتك كابتن احمد عبد الدايم المرادي يعني ادوني فرصه ان انا اشتغل مع مدربين اجانب انا يعني ادوك ثقل ثقل وطورت كمان الكلام ده نفذته من وجهه نظر مصريه نيابه عن المدربين الفنيين المصريين الوطنيين. تقول ايه لكل الناس في الاتحادات المصريه؟ اقول ان لازم المنتخب الوطني يكون الجهاز بتاعه مصري خالص. عايز تجيب بروجرامر هات، عايز تطلع المدربين دول يسقلوا مواهبهم في التدريب بره يقعدوا فتره معينه شهر اتنين مخالطه معايشه واخد بال حضرتك ويرجعوا يطبقوا الكلام ده من وجهه نظرهم هنا. لكن ان احنا نعتمد اعتماد كلي وجزئي على اجانب يعني انا مش حاسس كويس جدا. انا بضم صوتي لصوت كابتن حسن الحصري. اتمنى من كل الاتحادات المصريه اعطاء الفرصه للمديرين الفنيين الوطنيين علشان يقدروا يحققوا حاجه نسقلهم ونسفرهم ويرجعوا لنا في وسطينا عشان يحققوا انجازات كويسه جدا. نجومنا الكبار كلمه اخيره عن الهدف في المرحله اللي جايه كابتن اياد. والله احنا بعد بكره مسافرين الاردن عندنا بطوله عربيه طبعا دي ان شاء الله يعني ان شاء الله داخلين ناخدها وقدامناش هدف غير المدينه الذهبيه وان شاء الله يعني هناخدها ان شاء الله باذن الله باذن الله ونبارك لكم كابتن عمر. والله هو فعلا احنا دلوقتي مركزين بطولة عربية لان وسط مصر وسط طبعا وسط العرب دايما على القمة يعني فاحنا ان شاء الله ناويين نروح ان شاء الله ميدالية ان شاء الله ما فيش هزار يعني وبعد كده بقى ان شاء الله نفكر بقى في البطولة اللي بعدها سواء افريقيا وبعد كده ان شاء الله بكأس العالم ناويين ان شاء الله يعني ما نقلش عن اربعة ان شاء الله نزيد ناخد ميدالية ان شاء الله يعني يمكن ربنا كرمنا ونوصل فاينل وزي ما تيجي بقى ان شاء الله يا رب باذن الله. ونورتونا وشرفتونا وشرفتوا مصر وبارك لكم وبقول لكم ان شاء الله في المرحله اللي جايه دايما كل الدعم ليكم. الف مبروك. ربنا يخليك. شكرا فعلا نجوم وفعلا سعيد جدا ان هم معايا النهارده لان حقهم فرحونا وقدروا يثبتوا ان الشباب المصري والناشئين المصريين على قدر رجال كبار جدا باصحاب خبرات كبيره جدا وان شاء الله في المرحله الجايه لسه هيفرحونا. خلينا نستقبل نجومنا اخر فقره النهارده في معانا في العاب السنه. في اخر النهارده يعني سيجمنت او اخر حوار النهارده مع نجومنا الكبار خلينا نرحب بيهم اللي شرفونا وحققوا انجاز كبير انجاز فعلا كل مصر فرحت بيه. كابتن مروان الصافي بنرحب بيك ونقولك الف مبروك. الله يبارك فيك يا حضرتك. وبنرحب بكابتن كريم صابر احد نجوم منتخب مصر. كابتن كريم
نورتنا وشرفتنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك الف مبروك. ليه دايما رقم أربعة او مركز أربعة بيشيل برضو الضرب؟ يعني هو بيقول لك ما دام باظت العب على مركز أربعة. عشان دايما مركز أربعة بيبقى الضغط عليه في كل حاجه، استقبال اي كوره بايظه، يعني دايما دايما مركز أربعة هو اللي بيستخدمها يعني. والضغط عليه بيبقى في كل حاجه، يعني في بلوك، في ضرب، في استقبال، في ديفنس، في تشانس، في كل حاجه يعني. ليه دايما مركز أربعة هو اكتر ناس بتكون، يعني ال 12 بيكون فيهم 3 4 مركز أربعة، ليه المركز ده اكتر لعيبه بتكون موجوده فيه؟ عشان التغييرات فيه ممكن بتبقى اكتر، تنويع الضرب مثلا، وغير كده كمان بيبقى الضغوط عليهم في الاستقبال زي ما قال كريم بتبقى عاليه جدا. فممكن لعيب من كتر الضغط عليه، يعني دي كانت خططنا في مواجهه الفرق الثانيه، ان احنا بنشوف احسن لاعب عندهم في مركز أربعة في الاستقبال، بنوجه الضغوط عليه، اسف، في الهجوم. فبنوجه عليه الارسال، ونوجه عليه نخليه يستقبل اكبر فتره ممكنه اثناء المباراه من كتر الضغوط دي كلها. يعني انا بشبهها دايما بايه؟ عارف حضرتك لما تجيب مسمار رفيع كده وتقعد تجيب طوبه وتقعد تحفر فيها، بتبقى حفره صغيره، بعد كده بتكبر. لازم، انا كنت حتى اقول لهم افضلوا اضغطوا على الرد، هيغلط. وفعلا عملناها في ماتش في اليابان، عملناها في الارجنتين، عملناها في المانيا. بيسمعوا كلامك كويس جوه ارض الملعب؟ لاقصى درجه، يعني بنسبه كبيره، بعيد عن الشد العصبي اللي هو بيخلي اللعيب يخرج عن تركيزه بنسبه كبيره جدا. يمكن مروان، كريم، عبد الرحمن، انس البلاي ميكر، علوان، كل الناس، يعني قلت لي واحنا لسه في الفاصل، قلت لي في احمد صلاح جديد، ممكن يكون عندنا حد ما شاء الله عليه. مروان ما شاء الله، مروان ما شاء الله ليه قلت عليها ان شاء الله عندنا احمد صلاح جديد؟ اولا هو طبعا اشول زي احمد، عنده شخصيته فيها من احمد كتير. خلي بال حضرتك، انا بعتبر احمد صلاح طبعا اعظم من انجبت الملاعب المصريه في تاريخ الكره الطايره. دي حقيقه. خلقا قبل فنا، عشان تبقى، والتزاما. احمد صلاح، انا طبعا ليا حظ ان انا كنت دربت المنتخب الاول يعني كذا فتره، ففترات مختلفه يعني، فكان ما شفتش احمد اختلف، هو وزمايله. خلي بال حضرتك من احمد عبد الله وغيره، جيل كبير برضه، هو جيل كبير بصراحه، هو سطر تاريخ ربع العالم برضه، سطر تاريخ لمصر يعني نقدر نتغنى بيه فترات طويله. احمد صلاح احسن لعيب في اوروبا، احسن لعيب في بطوله عالم، موضوع معاه ما شاء الله عليه. طبعا يعني، فمروان عنده المواصفات وعنده الكاريزما دي، ان شاء الله ان هو يبقى في ماشي في الاتجاه ده باذن الله، اذا كمل واخد باله من نفسه زي ما هو واخد باله من نفسه دلوقتي ان شاء الله، ويبص ان هو طموحه يبقى ملوش حدود. الحمل عالي جدا، لما النهارده كابتن حسن حسني يشبهك بكابتن احمد صلاح، الحمل بقى تقيل على كتافك وانت قاعد دلوقتي حالا. اكيد طبعا كابتن احمد صلاح قدوتي من وانا صغير، حتى قبل ما اروح النادي الاهلي كنت دايما بفكر ازاي اوصل له، او ازاي احاول اقلده في مهاراته. كنت دايما اجيب فيديوهاته وانا صغير اتفرج عليها كتير. هو دايما كان قدوتي يعني في كل حاجه في حياتي، مثلي الاعلى يعني. اتقابلت معاه في الملعب في النادي الاهلي ولا؟ اتقابلت معاه طبعا، واتصورت معاه قبل كده، و بشوفه بالنسبه لي يعني هو حلمي بصراحه. ما شاء الله عليك، ان شاء الله باذن الله يكون. انا اكيد بحب احمد صلاح جدا، وشفته هو بيلعب في الملعب تقريبا مع بعض، لكن ان شاء الله باذن الله تكون حاجه كبيره جدا في المرحله الجايه. خلينا نتكلم على بطوله العالم، وهي البطوله الاهم اللي انتم ما شاء الله عليكم ابدعتوا فيها. ماتش الابداع بالنسبه لمنتخب مصر. والله يعني انا شايف ان اهم ماتش يعني، او الماتش اللي كانت روحنا فيه عاليه درجه كبيره، الماتش بيلاروسيا. طبعا كنا قاعدين بنغير، وقاعدين نسمع الكابتن حسن بيدينا التعليمات اللي ننفذها في الماتش وكده، وقعد معانا الكابتن جابر عبد العاطي وادينا حماس، وقال لنا برضو حاجات كده برضو لازم نعملها. والماتش ده اهم ماتش، ده هو اللي يعني هو ده اللي هيدينا فرصه ان احنا نكمل، وده اللي هيثبت رجلنا في المنتخب يعني. بالنسبه لنا ده يعني كان حلم ان احنا نخش المربع طبعا ودور الثمانيه، ونكمل بنفس المجهود ونفس المكسب اللي مكملين بيه. بالنسبه لنا ده كان حاجه كبيره، واللي احنا نعمل انجاز ما حصلش قبل كده، ده كان احساس طبعا جميل جدا. منتخب اليد اخذكم في سكه الانتصارات،
طبعا كان نفسنا ان احنا نعمل حاجه برضو لمصر و... لا انت عملت لا بس مش نفسنا لا انتوا عملتوا حاجه لمصر كبيره طبعا معلش حاجه احسن حاجه بالزبط. احسن وكان يعني كنا عايزين ان احنا طبعا ناخد اول برضو وربنا كتب لنا في الخير الحمد لله بس رابع نجيب اول قريب باذن الله الحمد لله ان شاء الله يعني البطوله الجايه ان شاء الله اول يعني بصراحه كريم لما القرعه اتعملت حسيتها ازاي جواك حضرتك انا حسيتها جوايا ان هي فعلا هي صعبه طبعا ان هي اول تجربه لينا بس كان هدفنا برضو ان احنا كنا نروح نعمل حاجه ونشرف بلدنا و يعني دايما درسنا دايما مرفوع فوق الحمد لله ان احنا كنا رايحين مركزين ان احنا لازم نعمل حاجه وكنا بنقعد مع بعض وان شاء الله لازم ان شاء الله نكسب ونعمل حاجه يعني للبلد زمان واحنا بنلعب مع كابتن مروان كنا نشوف القرعه نقول يا نهار اسود هنعمل ايه والله القرعه بالنسبه لنا كانت حمل طبعا انت معاك في المجموعه اول اوروبا و تاني امريكا الجنوبيه واول اسيا بالنسبه لنا كان المنتخبات طبعا مش سهله خالص وطبعا كان واحنا في فتره اعداد وبورسعيد وكان حلمنا دايما ان احنا نعمل حاجه كويسه ونرفع راس مصر ونرفع مكانه مصر والحمد لله وكان دايما حلمنا اللي هو لا الفرقه دي مش احسن مننا في حاجه كابتن حسن حسن دايما يقول لنا اللي هو الفرقه دي عاديه وزيهم بالظبط بس الفرق فتره الاعداد مش اكتر ودايما كان كابتن شريف الشميلي يقول لنا ان الفرقه دي مش زياده ايد ولا رجل عشان يلعبوا احسن منكم انتوا عندكم باصراركم وعزيمتكم اللي انتوا تكسبوا الفرقه دي كلها وان اللعبه مش اكتر من اللي انت تكسب واللعب مكسب وخساره طبعا وكل حاجه بس انك تفوز على اول اوروبا وتكسب اول اسيا وده انجاز طبعا لينا وده ادانا روح وعزيمه ان احنا نكمل ونكسب بالفرق الثانيه يعني كان بالنسبه لنا الموضوع كان فيه تحدي اكتر يعني اكيد شرفتونا وفرحتونا وحاجات كتيره جدا جدا كابتن حسن عندي سؤالين مهمين جدا لان الحلقه بتجري مني خلاص اتفضل ايه الامنيه اللي انت عايزها من ورا بطوله العالم حصل حوار بيني وبينك من الاخر قبل الحلقه قبل الهوا وقلت شوية كلام برا الهواء دلوقتي احنا على الهواء هتقول ايه؟ يعني انا مش لازم طبعا اقول كلام برا الهواء اقوله على الهواء يعني تقوله على الهواء بالظبط حلو كده لكن خليني اقول لحضرتك ان انا اتمنى طبعا من كل قلبي انا عايز اقول لحضرتك بس الاول اول حاجه اقولها انا طبعا مش لوحدي في الجهاز انا ورايا كتيبه عمل متفانيه في عندها تفاني في العمل كابتن ناصر وكابتن يعني معاك محل دكتور مصطفى يسري مخطط الاحمال جمال الشرقاوي الاداري محمد الخشن اكيد كلكم مدير اداري ناصر حمدي طبيب مصطفى يسري يعني عايز اقول لحضرتك محلل تقني مصطفى صالح عايز اقول لحضرتك كتيبه عمل انا اتمنى اقول لهم كلمه واحده عشان بس المفروض ان يجريش تقول لهم ايه النهارده للجهاز بتاعك اقول لهم انا متشكر جدا على المجهود اللي انتوا بذلتوه معايا متشكر ان انتوا استحملتوني يعني انا ما كنتش بنيمهم خالص يعني انا فعلا كده والله العظيم يعني انا كانوا حتى بيقولي طب هتدينا راحه امتى طب كان مش عارف ايه كان كده حتى المدرب العام يقول لي هو انت ما يعني انت بتزهقش يعني كان يقول لي كده فانا بقول لهم انا متشكر ان انتوا استحملتوني متشكر على مجهودكم معايا متشكر على دعمكم الفني ودعمكم المعنوي معايا ودع للعيبه ورعايتكم للعيبه وان شاء الله باذن الله اللي حضرتك بتقولي لي بقى انا اتمنى ايه بعد بطوله العالم انا اتمنى استمراريه الفرقه دي تفضل في معسكرات دائمه تفضل في احتكاك دائم اكيد قلت للدكتور اشرف صح النهارده الكلام ده قلت له وافق على الكلام ده وكابتن احمد عبد الدايم وافق على الكلام ده وكان المسؤولين الفنيين في الاتحاد كانوا موجودين ووافقوا على الكلام ده بس انا اتمنى طبعا الموافقه انا اتمنى التنفيذ يا كابتن اتمنى التنفيذ ان الفرقه دي تستمر استمرار مع بعضها حتى انا مكمل مش مكمل ده موضوع تاني خالص لكن الفرقه دي تستمر مع بعضها كتيم بالمجموعه باطار المنتخب اللي احنا عاملينه 18 لاعب ده الناحيه الفنيه ده اللي طلبته مني بره المقابله نفسنا نقابل سياده الرئيس نتمنى اكيد نفسنا يعني احنا كان كل هدف انا اللعيبه والله العظيم ثلاثه اللعيبه اقسم بالله اللعيبه واحنا في المعسكر يعني احنا ممكن نقابل الرئيس يعني احنا ممكن نقابل سياده الرئيس احنا ممكن نقابل الرئيس بس يكسبوا بس يعملوا انا كنت بستغلها بصراحه يعني وده حق مشروع أكيد. يعني حق مشروع لعيبه وحق مشروع ليهم وشرف ليهم اكيد بيتمنوا ابطالنا انهم يقابلوا سياده الرئيس نتمنى ان شاء الله باذن الله لان هو فعلا اب لكل المصريين نتمنى ان شاء الله باذن الله في المرحله القريبه جدا لان عندنا ابطال كتيره جدا
كسبوا في دورة العرب الافريقيه وكمان معانا ابطال ونجوم حققوا رابع العالم في تونس. نتمنى ان شاء الله باذن الله ينالوا هذا الشرف نجومنا الكبار. هدفنا في المرحله اللي جايه سريعا جدا لان احنا عم الوقت يجري معانا. معلش يا مروان. والله الوقت اللي قدامنا البطوله العربيه ان شاء الله باذن الله لما ناخد ميداليه ذهب ان شاء الله ناخد الكاس وان شاء الله بعد كده نحاول ان احنا قد ما نقدر فتره تعداد طويله عشان نعمل حاجه في كاس العالم الجاي ان شاء الله وبطوله افريقيا وان شاء الله اللي جاي خير لنا واحسن. الف مبروك يا كابتن مروان. الله يبارك فيك. كابتن كريم الكلمه الاخيره ليك. طبعا البطوله العربيه برضو ان احنا نرجع بالذهب ان شاء الله وطبعا عشان نستعد برضو للبطولات اللي جايه كاس العالم وبطوله افريقيا وان شاء الله في بطولات جايه لينا نستعد لها كويس وان شاء الله نرجع بذهب ان شاء الله في اي بطوله لينا. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. بكده خلصت حلقتنا لكن كلمه اخيره هوجهها لكابتن حسن الحصري. مستمر في مصر ولا هتسافر؟ العقد موجود صراحه. في عقد موجود وانت ماضي عليه. حد فتحك ان انت تقعد في مصر؟ لا لسه ما حدش فتح. حسن الحصري لو فتح معاك كلام وقال ان هنقعد في مصر هتقعد لخدمه مصر؟ اكيد بصرف النظر عن اي حاجه طبعا. دي مصر يعني. انا المفروض ما اكونش هنا في مصر الفتره دي. ده بالعكس انا عايز اقول لحضرتك ان انا اعتذرت عن عقد قوي جدا وفي نقله طبعا. عارف صراحه وفينا عشان خاطر الحته دي وانا رايح مش ضامن ان انا كنت هنجح ولا لا. كانت ضامن ربنا سبحانه وتعالى لكن انا ضحيت بحاجه قويه جدا وانت عارف الموضوع. دي بلدنا ما اقدرش اتاخر. ما تقدرش. ما اقدرش. يعني مين يقدر يتاخر يعني؟ يعني لو حد ضربك يعني ان انت يعني لو كنت يعني احسن معك. يعني انا احسن من الناس اللي هي بتضحي بحياتها علشان. لا طبعا اكيد كلنا نفس الكلام. كابتن حسن حسني مدرب وطني مخلص. نتمنى ان انت تكمل في مصر لان دي بلدك وحقها عليك اللي انت لما تطلبك تكون موجود. على راسي. نورونا وشرفونا وكبرونا ونورونا قدام العالم كله وفعلا من كل قلبي ببارك لهم. واتمنى من اتحاد الطايره وكلمه اخيره لان فعلا دي حاجه مهمه. وجود حسن الحصري في مصر مش عشان هو حسن الحصري لا عشان هو انجز وابدع وانجز كتير مع منتخبات مصر قبل كده. اتمنى المحافظه على المديرين الفنيين الوطنيين للمنتخبات المصريه زي ما قال الرئيس. قال المديرين الفنيين لمنتخبات يكونوا مصريين. نتمنى الحفاظ عليه لان العقد اللي بره هيسافر عشان خاطر الماده اكيد عنده ظروف اكيد عنده حاجات لكن مصر غاليه علينا كلنا واكيد مصر غاليه عند حسن الحصري وعشان كده هو قال كلمه واضحه اعذروني قال لو اتطلبت انا هقعد. نتمنى ان هو يستمر ونتمنى ان هو يكمل لان في الاخر دي بلدنا. والف مبروك لاسره كره الطايره والف مبروك لاولادنا وان شاء الله دايما في انتظارات وانجازات. استنونا يوم الاربعاء في العاب الصالات هنتكلم بكل وضوح عن كل حاجه في النادي الاهلي وبره النادي الاهلي.